قسم من المغرب. تفضل يا أخي يونس. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ الله يبارك فيك. الله يحفظك يا شيخ. ولد هل يجوز الاعتكاف في المنزل خصوصا في هذه الجائحة بعد إغلاق المساجد؟ أحسنت، أبشر يا أخي. أخونا وحبيبنا يونس من المغرب يسأل يقول: هل يجوز الاعتكاف في المنزل؟ الصحيح بل هو الحكم الشرعي أن لا اعتكاف إلا في مسجد، ولا يشترط في هذا المسجد أن تقام فيه صلاة الجمعة. أي مسجد من مساجد المسلمين يجوز فيه الاعتكاف، لكن نحن الآن في هذه الجائحة عندما جلس المسلمون في بيوتهم طاعة لله أولا وطاعة لولاة الأمر ثانيا وتحقيقا لمصلحتهم هم، المصلحة التي أمرهم بها ربهم، فقال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول الله: يريد الله بكم اليسر. ولأن هذا الإنسان بناء الله فالمحافظة عليه مقصد من مقاصد الشريعة، والرسول يقول: لا يولد ممرض على مصح. فالبقاء في البيوت إن شاء الله يعطيكم ربكم لمن كان قد تعود أن يعتكف، بقاؤه في بيته يعطيه الله أجر اعتكافه، لأن من كان له عمل صالح انقطع بسبب شرعي مرض أو سفر أو في مثل هذه الحالة بقاء في البيوت، الله يعطيه أجره كاملا غير منقوص حتى ولو لم يعتكف.